سلاوره سماشوانی هیچا سماشوانی کانالی سماشیدی. ابزار کادیم گشتنی یک جبو کشکش کردن خلاق کانو از برنامه ها برنامه جبکو آفر. ام خدم یارمان کن، ام سردان کن، سردان آفرت کن، اسمانی جوان جالو، روش جوان یا روزانه کن. تو گشت یا و آرمانجی، و آرمان جسد به سراغ هم جنیدا. یعنی جله جله تو پخمه. جره تركيز بين جره جبدت بين جره تطوير جره هر فكرة وانجي او بو بكثنا تركي كي داكو خزمتا خرقي خوبك وكي ركتراوي من الدولتي وجهانا جدافة الجنة بوشي فقاندو البيدنجن الحنبر في سائلتي تركيز ناوي ناوي بدخل جابيرا ناتا برد فخو او دعم دعا خو علامة جباكي داكو مثلا دركابي
هو جماعي جدا، هو جماعي جدا 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 دائما بيجي مثلا هل لبس جن هل الإنسان بيحتاج إليه وده بيجي هذا البرق أو شيء يعني صوت ده خاصة مثلا بيجي ما قالك تجد من سبان طاقات جدا في الخارج في الناس ما يدري ماذا من الأفضل شنو مثلا بيجي ده بيجي نفس صوت من في بواري أو حاجة مثلا البواري ميديا إذا مثلا بواري جدا بس مثلا يعني بيجي خروجات كده يعني هل بواري كده مثلا هندك ده صوبين البواري موزي كده هندك ده صوبين البواري إسلام بيجي ده هذا دليل هو كشت غانية جنين ليه تكرم بقلت بخمة جدا أو جنة بيشتو بالبيتون بيجي وإذا خوات مش حركة كان هذا اللي بيجي هر شيء أنا تحبت أو حد اللي حبت في بردوام سرقون طول بطول 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 تطبيقين سيمينارين دورانا هكذا في حدث السنوري أو كذا أكيد مثلا هو لو في دريجي القارن بين إيروش مثلا أنترنت وهاي قالك دورة تدوية أونلاين يعني أنا تشين مثلا البريكة قالك يعني قالك بريكة شو وان دلي بقى ركوب كار بيني وديسا هو بصير مثلا فرصة بو فجر نادي هذا إن وقت أنا خراوة ده جيجين كانت الشغالين أخرى في سوريا رسرا ودا جيشن شو كلام ده هي غورين دي تشكي دي موسمي موسمي دي بدينا كرن خولا دي جن سايدات خاصية في دي بري دي بدينا بسر بو أخرى راسي كلانا ما دارا بتر أمنه وكرسرا ودا كتر وشان دي شوك كين تربا بسي إنه أم دجني عدالة انتقالي يعني إنه دي شاوة أفأفتا ما خاصة أو يجب تدعي تربي بريكا قانوني يا سايد إحنا ما في خوف أو كساني بينا يعني سبب مختلف وفتح من الجزئيات بين توان مصرين يعني خاصة مصرين وأثناء جيابنا وأفخر بما إن جيابنا خاصة مصرين داخل بيت قرب وقرين أكيد بالنسبة لمرحلة دا يعني وقرة راو ذات أم قرين جيشي أن تكتبين سلبي جانبي بيزوكي خاصة تشتي أتصنع سرنا ياساي ناجيات الإيزيديك أو يا سيد مثلا الدين جل جل كرينجا وأم وكر خلاص في مجال التسويق كريا وما وديش الحملات مناصرة كرينا ودي شو مثلا أك كتب جملة كتير وجاربوي يا سيد ترجعنا إنه ما في صوب يا سيد يعني أقولنا ما في صوب يعني هطان موجي من الدين لحم مناجات في يا سيد جانا وفي يا سيد أبي هكذا تسكرين وديش حكومة العراق شيء إنه وأركز الملابة إنه بيا سايد إذا جيكت أجبر بيت عند شيء أم حموش يعني سوق الخراوة ذات الجل الخراوي ميت دولة دي تفاصيل في شبانيا ما كان سوء أم بنا يعني ورقة بيجي زقتيزة حكومة العراق بتاعين بهم بيوان بدارو في أكبر أربشة بشكل جدي أبي سايد إذا جيكت بس جميل كبير الخراوة ذات الخراوة بتشتي أبي نادي أفضل هذه المعامل كاملين كنت شغالين آخر كان في بعض القرارات نقولي وان شو دي اللي كنت ديرين وصابو كنت شغالين آخر كان فرنسي يعني أزبينم شكلة دي بيشتي جباتي السفين بوز رونة في جيلة دي باشا بوز كمان بوز مادا وخاصة بيجين أو الخراوة مادا جينا حدينا دا مزمان دين دورة في جيلة جيلة باشا بيها هرشان دا حمو الخراوة بيجين نوا في ايكد أكتب بنيا لهر الخراوة حسب الشيانة فو قاريخ مزمان دي بوكادم أسب هبونا بان بخراوة يعني تنجابة باشا برق بلورينا جزاكة في باشتر وفوتي دا مثلا أف يعني كات الجن بشكلة بشتي الكردستاني وجنا خلط بشكلة بشتي يكون ما في خوب بتر بتاعنا وبرغيش عندش أزبيجن الكردستاني هبونا بان يعني ذكرى وجنا أزبينا مقولة جيالة سجارة وبرشا في السيسيا وهطان نموشي أن الدينين شانا زيبا يعني مال كردستاني قال يا ساي كان حمايات جنيت كان لعكسي بيت عندي مثلا العراقي افغان يا ساي من كل حمايات جنيت وك مثلا يا ساي كنت تجي كردستاني وقال لك يا ساي دي شمت كان كردستاني كومبين باشي كاو جو جنيت جدا اكيد از اخواز تمشي يعني شمور قراوا اختلفي جنان كو بتر وك بيجن تركيني سوي تشندي بغان كو تندو تجي خيزاني دانان ينتان بتر دوري بتانا جنيت بتر يعني هيك وشيان الجنيه بتعرف وسك نزل حركتها في شنغالي هذه في جزء من طريق هذا بينهم في جزء من الكراوة فانيكا وفي جزء من هذا نوزي بالجزء فيها
دژن دری بود آفرت جبال بچاو و بکشی دام دندن آفرت خراو سری شبانی آفرت بکن آفرت نیو جبال بچاو و دیگه آیا جمهوری نخامزن دست آفرت ایجاد کردی نه به گمان یعنی هبونا دژن بند خراو دورتی مزن هبو تایبتی از دژن پشتی يعني 2003 نه 2004 2003 ده بيجن حركة جبهة السبيل الكردستانية تسديدة وتشتي أو جنسة ده هرم أصلا تاري خلق ما في المشنداري يعني ما جديد بتير مثلا جنات كرد بشكل جديد تشتي دوري فوق دي تلقل رخرا وكار كير يعني وقت بل بيجن واجبة إنسانية ببران بر ملك فوق حمو يعني ما جديد رجل جلقة باشا جنا يعني رابو ناسا فوز دستر كاري كرين جالي منظمات وفور صديق تنفوزي انجليزي قال لك بيجن قال لك مهارات دي يعني وان بس هو إيمان وأسد بيهم يعني أكرتو مقارنة في حتى الشغلة في قشتي جنا كردة إيزدي مثلا إيش دوزار شاردي حطان هو جبيرني كاشن جمهورين تكتب هزراجني داي سيبتي أن بيجن مثلا خلقي ما يشنجاري يعني ديكو فسكيت ماوي دعشر الجاربوني يعني خلقي ما يأورا يبيني مثلا تشكتنا كجالة باش راسي يعني تهزري وان داو وعي تباشر بوان تيدابوي أكيد أستشتشي كلش سبب وجهن زي كنو دني إنسان ظلمة كجلة كمظلم بين تشيارة كمظلم تيداب بطن وإلو روجة دينم مثلا جنا كردة إذي بكير يعني كل دينو خدان هزو شيان كو أو ظلمة سري هاتي إذي أو حلق أبول كرد ورابو كرد وشو منظماتا وبيني إلو روج جلة كتاتي من جنو يتم مشاركة كمؤتمرات كدولينا داخلي
أكيد يعني حاليا اشتهار الفريق مثلا اللي كان يعني كان محتاج جدا للتعليم داخل الكامبادا كنت براسي هكذا بيجي نشأ عليه الشريفة وان أباش أشخاص على قلق وقت بيجي نقولة وسمينار وشوف وردت أشأ عليه الشريفة إلو روشيا مثلا مزبينين أقاط باشا داخل الكامبادا مثلا قلق جفيري دلواري بون فيري شكلنا مثلا بيجي نشوي نهيا بون قلق عندك مثلا الإنجليزي باشا زانا عندك عند قلق مجالات أخذ بينين زيدك يعني كو دليفيت كاري بو فان بينا زابين كيرن أكيد يعني دمي مثلا دليفي كاري بو غنجي كيان بو كاتشو كي بيتا زابين كيرن أبو دي بيتا مسؤولي سر خدان سرنا خيزانا كيخو يعني خيزانا خو خري يبرزي كندش يزد بين مثل مرحالي دا زابين كيرنا دليفي كاري بو وان كيرن داخلي كامبادا وهم هزي كين يعني أبوزيتي وانتا شنجار آرام بتو وكي بيجن بيتا أبدا كيرن شنجار جارة كي دو خلقي مطلوبة تسر جيبو واردكو وهذا هزي ما يعني حتى أمو منو قافرتك دي وخلاكك دي دميني بنشاف دي خلينا.